ماتشات شفنا تغير كامل بنسبة يمكن تتعدى ال 50-60%. هو التغير يا كابتن مش في الشكل الهجومي بس، التغير في حاجات كتير جدا، في حاجات كتيرة جدا، في أداء أول حاجة النادي الأهلي، شكل النادي الأهلي، طريقة اللعب، بعض تمركز بعض اللعيبة اللي كانت بتلعب مع مستر فايرف مش في مكانها. فطبعا أول حاجة أنا عايز أقول إن الراجل مستر فايرر الطريقة اللي كان بيلعب بيها قبل ما يمشي كانت احنا كنا بنشتكي منها ازاي يا كابتن علاء؟ انت لو تفتكر الراجل كان عنده ايام بيعتمد على الكرات الطويله اللي احنا واتكلمنا فيها كتير جدا، النادي الاهلي ده مش اسلوبه وده مش لعبه وده مش النادي الاهلي اللي يعتمد على اللعب الطويل، وكنا بنتكلم فيها كتير جدا. يعني الراجل حتى الراجل لما مشي الراجل مستر موسيماني جه غير شكل النادي الاهلي في خلال حوالي يعني اقل من شهر، فدي حاجه يعني انا شايف ان هي حاجه يعني حاجه كويسه جدا ان انت يعني في فتره قليله قوي تقدر تغير الحاجات دي كلها، ان انت تغير طريقه لعبك، تغير خطه لعبك، تغير. خلي بالك بدون قطع كلامك برضه، هو جت النهارده عليه الكاميرا لما كان في حصل في وقت من الاوقات تشتيت، قال لك العب على الارض بالظبط. ما هو ده اللي احنا ده اللي واضح وده اللي باين. باص هو الراجل شكله بيعتمد على الكرات مش ما بيعتمدش على الكرات العاليه نهائي، كل لعبه على الارض. يعني هو شكله كده تحس ان هو يعني ايه عايز يطبق الفكر الاوروبي او الفكر الفرق اللي بره في مصر. فطبعا احنا ما فيش حد في مصر بيلعب بالخطه دي او بالتشكيل ده او بالطريقه دي الا تقريبا كان الكابتن ايهاب جلال كان بدا بيها فتره، وطبعا لما قعد يتنقل من كذا نادي النادي فطبعا اللعيبه ما كانتش بتساعده. فالراجل عنده الامكانيات، مستر موسيماني عنده الامكانيات وعنده اللعيبه اللي تقدر تعمل له ده. احنا 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 برده يا كابتن ايمن عندك اللعيبه ما كانتش بتعمل الحاجات دي يعني خلينا نكون صراحة برضو مع بعض، احنا عندك اللعيبه امكانيات اللعيبه مش هقول امكانيات، لا انت ما دام اللعيبه عملت كده يبقى انت عندهم امكانيات مبهورة. لكن كانت في حاجه مدفونه يعني حد محتاجين مدرب ان هو يطلع الامكانيات دي ويطبقها في المباريات. فطبعا اعتماد الراجل على طريقه اللعب دي في الفتره دي انا شايف ان هي دي حاجه كويسه جدا وحاجه تتحسب له بصراحه. تمام. تاني حاجه كابتن ايمن عايز اتكلم برضو، احنا عمالين نتكلم في وسط الملعب، وسط الملعب عمل مباراه يعني هايله، الماتشين مش ماتش واحد زي ما قلت للكابتن اسامه، لكن برضو مش عايزين نبخس حق خط الظهر والناحيه اليمين بتاعتنا اللي موجود فيها محمد هاني، لان طبعا احنا عارفين كلنا من قبل ما نلعب الوداد من الماتش الاولاني ان القوه بتاعتهم بتعتمد على الناحيه الشمال اللي موجود فيها الراجل الهاف الشمال اسماعيل حدادي. تمام، والراجل يحيى عطا الله. الحته دي هم بيعتمدوا عليها اعتماد كلي في المباريات بتاعتهم اللي بيلعبوها، وبيضم معاهم الراجل اللي هو وليد الكارت ساعات ناحيه الشمال وساعات كاسينجو وساعات ايمن حسونه برضو. الحته دي هي مميزين فيها، احنا ما حسيناش بيها خالص خلال المباراتين. دي حاجه برضو محمد هاني برضو احنا لسه يعني لسه صغير وكل حاجه، لكن ان هو يقدر يوقف خطوره ناس زي دي وناس بالحجم ده وناس بالامكانيات دي، فدي حاجه برضو مش عايزين ان احنا نبخس حقه فيها. لا الراجل عمل مباراتين هايلين. نفس النظام برضو خط الظهر، ايمن اشرف وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم خلي بالك النهارده ارقامه هايله. تمام. يعني شوف هو بيلعب ورا، ولكن تمريراته الصحيحه 45 تمريرة صحيحة من أصل 48. تمام. يعني أنت بتتكلم على نسبة 94%. تمام. من مدافع. أنا ياسر لعبت معاه كمان وعارف ياسر من نوعية اللعيبة اللي هي بتحب تطلع تلعب لونج باس كتير. فعشان كده أنا أقول بأول بداية كلامي يا كابتن قلت لك إيه؟ قلت لك في لعيبة ما كانتش بتلعب بالطريقة دي وبدأت إن هي تعتمد على الطريقة دي، من ضمنهم ياسر إبراهيم طبعًا. وعايز أقول حاجة برضو، أنت إحنا اتكلمنا فيها من شوية يا كابتن إن أنت عليك حوالي 14 أو 15 كورنر في خلال المباراتين. ده أنت عارف كام النهاردة؟ علينا 8. 8 و11 19 كورنر 19 كورنر، وهم كمان بيعتمدوا على الكرات دي. الكرات دي. تمام، الكرات الثابتة بالنسبة لهم اللي هي الحاجات الثابتة، الثوابت زي الكورنر زي الفاولات الحاجات دي كلها، وإن أنت يعني تلغي اصلا الحاجات اللي هي اللي مؤثره عندهم، فدي حاجه طبعا تتحسب بالخط الظهر. مش عايزين برضو عايزين ندي كل واحد حقه، الناس كلها النهارده ادت بشكل كويس. الشحات عايز اقول برضو يا كابتن ان الشحات ومروان عايزين برضو يا جماعه نرجع بالذاكره كده، مروان في ماتش الزمالك الكوره اللي سابها وما كانتش اوف سايد، الراجل النهارده نفس الكوره وكان ممكن يقف وكانت برضو كانت هتبقى هتحصل مشكله، الراجل النهارده كمل. طب بما انك بتتكلم عن حسين الشحات هنروح معلش هنقطعك وهنرجع لك تاني.